موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تأويل هذه الآية يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله قاتلوا من وليكم من الكفار دون من بعد منهم يقول لهم ابدأوا بقتال الأقرب فالأقرب، فالأقرب إليكم دارا دون الأبعد فالأبعد. ليس في الآية نفي للأبعد، ولكن إذا كان هناك مقتض للأقرب فهو مقدم، يعني هو عمل بمفهوم المخالفة وليس كذلك، فإنه أمر بالبدء بهؤلاء. قال: وكان الذين يلون المخاطبين بهذه الآية يومئذ الروم، لأنهم كانوا سكان الشام يومئذ، والشام كانت أقرب إلى المدينة من العراق. فأما بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد، فإن الفرض على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء دون الأبعد منهم، ما لم يضطر إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام، فإن اضطروا إليهم لازمهم عونهم ونصرهم، لأن المسلمين يد على من سواهم. أو إذا كانت المصلحة في قتال الأبعد، فقد يكون ذلك مثلا أيسر، وقتال الأقرب يحتاج إلى مثلا يعني عدد كبير أو عدة أو نحو ذلك مما ليس متوفرا. الغرض المقصود أن يقال إلا أن يحتاج أو إلا أن يكون الأصلح هو قتال الأبعد، فإن ذلك ليس نهيا عن قتال الأبعد، ولكن الأقرب هو الأولى. قال: ولصحة كون ذلك كذلك تأول كل من تأول هذه الآية أن معناها إيجاب الفرض على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء. يعني هقول أقوال هيكون العلماء دول كل واحد منهم كان في زمنه الأقرب لهم من القوم اللي قال عليهم. قال: عن رجل من بني تميم قال: سألت ابن عمر عن قتال الديلم، قال: عليكم بالروم. والديلم ده جنس كده زي الحبشة والروم والفرس اللي هم شمالا،
ها مش بعد الروم، لا بس في اتجاه تاني. الروم كده كانوا الشام والغرب، الدايلم دول شمال العراق، واتجاه في آسيا الغربية والوسطى. يعني نقول فين؟ شرق، نقول غرب إيران مثلا، غرب إيران. قال عن الحسن: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال: الديلم. عن جعفر ابن محمد بن عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: فقلت: ما ترى في قتال الديلم؟ فقال: قاتلوهم ورابطوهم، فإنهم من الذين قال الله فيكم فيهم: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. عن الحسن أنه سئل عن الشام والديلم فقال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال: الديلم. عن الوليد قال: سمعت أبا عمرو وسعيد بن عبد العزيز يقولان: رابط كل قوم ما يليهم من مسالحهم وحصونهم. المسالح دي اللي هم المسلحين يعني. ويتأولان قول الله: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال ابن زيد: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال: كان الذين يلونهم من الكفار العرب، فقاتلهم حتى فرغ منهم، فلما فرغ قال الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، حتى بلغ وهم صاغرون. فلما قال: فلما فرغ من قتال من يليه من العرب أمره بجهاد أهل الكتاب. قال: وجهادهم أفضل الجهاد عند الله. هذا قاله غير واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في يعني استشهاد عامر بن الأكوع لما بارز زعيم اليهود في خيبر، فأصابه سيفه فقتل، فقالوا: حبط عمل عامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل له أجر شهيدين، لأنه قتله أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب هم الذين يستمر وجودهم إلى قرب قيام الساعة، وجهادهم أعظم، لأن أولا إزالة شبهات الكثير منهم يسهل دخولهم في الإسلام. قال: وأما قوله وليجدوا فيكم غلظة، فإن معناه وليجد هؤلاء الكفار الذين تقاتلونهم فيكم أي منكم شدة عليهم، يعني هذا في المحارب، في المحاربين القتال، لا تلينوا في قتالهم. وليس معنى ذلك عدم جواز الصلح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صالح ممالك من نصارى العرب، وهم من الأقرب إليه، ودفعوا الجزية. وكذلك لما عرض أهل بيت المقدس قبل أن يعني يقتحمها المسلمون
أن يدفعوا الجزية وأن يسلموا مفاتيحها إلى عمر، وقد كان ففتحت صلحا، ولكن معنى ذلك أثناء القتال. قوله اعلموا أن الله مع المتقين، يقول وأيقنوا عند قتالكم إياهم أن الله معكم وهو ناصركم عليهم، فإن اتقيتم الله وخفتموه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه فإن الله ناصر. فإن الله ناصر من اتقاه ومعينه. يقول الديلم أحد الشعوب الإيرانية التي عاشت في شمال الهضبة الإيرانية، وقد جاء ذكرهم على ألسنة المؤرخين حتى حقبة بداية انتشار الإسلام. يقول الديلم إحدى مقاطعات ديلم واحدة مقاطعات محافظات بوشهر الإيرانية، ويسموها شهرستان ديلم. أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأول، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام، ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب، أولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب، فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال، وكان ذلك سنة 90 من هجرته عليه الصلاة والسلام. كذا صرح غير واحد أن سبب الرجوع النبي عليه الصلاة والسلام كان هو جهد الناس، قلة ما معهم من مؤن، ولذلك أصابهم الجوع والعطش، وقلة ما معهم من الظهر من الإبل والخيل التي يركبونها، وجدب البلاد ما كانش فيه مطر حتى يسقون إلا ما كان من المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، وضيق الحال. ده دليل على مراعاة هذه الأمور، عشان الناس لا تلتفت لمثل ذلك، لأن بعض الناس يقول احنا لازم نقاتل ولو بعصا. طب بعصا تعمل ايه انت؟ مع انت ما ينفعش تقاتل الدبابات بسيف، فما بالك تقاتلوا الكفار اللي معاهم الطائرات والدبابات بالعصيان؟ هذا كلام من لا يعقل. ولما باظت معاهم بطل ما قتلوش، راحوا قعدوا في بلاد الكفر، لأن فاقد أهبة القتال واستعداد القتال وحاجة القتال معذور. قال ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجته حجة الوداع، ثم عجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد الحجة 81 يوما، فاختاره الله لما عنده، وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنه، وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل. ينجفل زي يعني يضيع،
فثبته الله به، فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم. شارد الدين لهم المرتدون، رد شاردهم، رد المرتدين. قال: ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، طغام الجهلة، وبين الحق لمن جهله، وأدى عن الرسول ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان، وإلى الفرس عبدة النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله، كما أخبر بذلك رسول الإله صلى الله عليه وسلم. وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين، وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا، أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان شهيد الدار، فكسى الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة، وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها. فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقوله: وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم. فإن المؤمن الكامل والذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن، الرفق لا يكون في شيء لزنا مع المؤمن، غليظا على عدوه الكافر، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا الضحوك القتال، يعني أنه ضحوك في وجه وليه، قتال لهامة عدوه. واعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله، واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى، لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلاف بين الملوك
طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يمانعوا، ما لقوش حد يقف قصادهم لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام. كانش بقى يمين ما أدركش أنه أخذوا معظم بلاد الإسلام، ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكفار وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم، إنه جواد كريم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.